وهذا الموضوع عليها الصحه. السيد مدير المنطقه والساده الموجودين في محطتنا في اسطنبول ناس معروفه وناس نزيهه، وهذه مش بشهاده طبعا احنا كزملاء في الشركه، بس هذه حتى شهاده الركاب الموجودين في اسطنبول طبعا ببعثتنا الليبيه موجوده غادي في السفاره في العراق. الذي حصل تحديدا ان شخص كان عنده حجز طبعا ما وفاش في حجز ساعه وجاء بعد الحجز بايام وحاب انه يركب، طبعا هو ما عندهش حجز اوكي يعني على الرحله، فتواصل مع المكتب قالوا له حاضر يعني تقعد معنا شويه انتظار وباذن الله يعني نحاولوا كيف انه المفروض انك ترجع، بس هو طبعا بيتوسط الفاظ نابيه وخارجه مازوف واتهامات يعني مضطر حتى لتدخل الشرطه التركيه في الموضوع، وقفوا فتره معينه الكاونتر ما اشتغلش.